راح اشوفكم شلون ديبوقوكم وشلون شلون يحاولون بس معكم وانتم ما تدرون. اسمع، من هيئة النزاهة؟ من هيئة النزاهة استاذ انور؟ تسمح لي بسؤال بس استاذ انور الله يسهل؟ سؤال بس اسمح لي، العفو، انت حضرتك مشتري دولار شوال تقريبا، ايش وقت؟ شوال هسه ساحبين بي 13/6 مرة ثانية؟ اي بالشركة نفسها. شلون ما خلص هذا هو هذا استاذ ساحبين ب 13 قبل 5 ايام ب 13/6 بجوازك ساحبين همين 2000 دولار فعبالنا انت. اي نعم اي والله. من ساحبك؟ افتح سبيكر هذا. تاكدت؟ تحويل المكالمة. تاكدت رايح منطي جوازه ومشتري دولار تمام؟ شو مسوين؟ ورا فترة رايحين ساحبين من خلال جوازه ساحبين 2000 دولار. هاي نفس الشركة اللي هو الله ثق بيها وراح. زين ايش نعطيكم بعد؟ نعطيكم جواز تروحون تاجرون بينا وتحولون بس ماءنا فلوس. نعطيكم جنسية بعد انقس. وين رئيس الوزراء؟ وين الدولة؟ وين الحكومة؟ الدولار دا ينباق وما دا ينزل بسبب المصارف، بسبب شركات المصارف.